ومعنا من مدينة بلباو الإسبانية مراسلنا معاذ حامد، وأيضا من لندن مراسلنا زاهر العمرين. نبدأ مع معاذ. معاذ، إذا تفاصيل كلمة رئيس الوزراء وصداها على الشعب الإسباني، أيضا لو تضعنا في تطورات خط الأرقام في إسبانيا. نعم، قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الأرقام الجديدة، وهي يعني انخفاض طفيف عن اليومين الماضيين. فمثلا وصلت عدد الوفيات خلال ال 24 ساعة الماضية 683 وفاة، إضافة إلى 5700 إصابة جديدة. لكن الجديد في هذا اليوم هو ارتفاع أعداد حالات الشفاء. وصلت أعداد حالات الشفاء إلى 4500 حالة شفاء، وهي أعداد كبيرة مقارنة بالأيام الماضية، وأرقام أيضا مشجعة. إذا نحن أمام يعني نوعا ما الأرقام مستقرة منذ أسبوع تقريبا، ترتفع قليلا تنخفض قليلا متذبذبة، لكن هذا يأتي في سياق ثبات المنحنى وانخفاضه بشكل طفيف وبشكل يومي. أيضا من المتوقع أن تعود الأعمال غير الضرورية في الأسبوع القادم كما قالت الحكومة هذا اليوم. رئيس الوزراء الإسباني خلال كلمته اليوم أمام البرلمان عندما طالب تمديد حالة الطوارئ من 11 من أبريل حتى 26 من أبريل القادم، قال أن يعني بعد 26 قد تبدأ بعض معالم الحياة بالعودة، لكن لن تعود الأمور كما كانت مسبقاً إطلاقا إلا في حالة وجود اللقاح الخاص بكوفيد 19. إضافة إلى أن سانشيز قال أن الاتحاد الأوروبي في تصريحات، يعني أقوى تصريحات حتى الآن ضد الاتحاد الأوروبي، قال إن الاتحاد الأوروبي يمر بحالة خطيرة، إذ إنه الآن أولى، أي أن ذلك يتحدث أنه إذا لم يكن هنالك تضامن حقيقي بين دول الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف الصعبة، إذن لا يوجد هنالك حاجة لهذا الاتحاد في أوقات لاحقة. هو شدد، هو طالب بالوحدة وضرورة العمل المشترك. نعم. الأوروبي لمواجهة الأخطار المحدقة مثل ما يحصل حاليا في كوفيد 19. ابقى معنا معاذ، ننتقل إلى زاهر. زاهر، إذا أنت تقريبا أمام مستشفى الذي يقود به رئيس الوزراء بوريس جونسون، ما هي آخر أخبار صحة جونسون؟ أيضا بريطانيا سجلت الرقم الأعلى في أوروبا من حيث الوفيات، ما هي تعليق ودلالات ذلك وتعليق مسؤولي الصحة والأزمة؟ إلى أين تأخذ هذه الأرقام، تأخذ بريطانيا في مسارها لمكافحة كورونا؟ بالفعل صبا، يعني بوريس جونسون ربما هو في بؤرة اهتمام الإعلام والرأي العام البريطاني، صحته التي تتوالى الأنباء يعني الخجولة إن صح التعبير منذ البارحة بعد الظهر بأنه في تحسن يعني مقارنة بالأيام القليلة الماضية والتي استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة. البارحة بعد الظهر تحدث مسؤولون أنه جالس في سريره غير غائب عن الوعي، يتحدث مع الممرضين ومع الطاقم الصحي. واليوم نقلت وسائل إعلام محلية أيضا عن وزير سابق للدفاع بأن جونسون في صحة عقلية جيدة ولديه القدرة الكاملة والمناسبة أيضا لاتخاذ القرارات اللازمة، ما يعني أنه أيضا يعني ما يزال يلعب دورا في قيادة البلاد على الرغم من تفويضه يعني صلاحياته في حال الحاجة لوزير الخارجية الأول دومينيك راب. هذا فيما يتعلق بصحة بوريس جونسون. أيضا من المتوقع أن يعني ينهي بوريس جونسون وجوده في وحدة العناية المركزة وربما في المشفى خلال اليومين القادمين إن استمر هذا التحسن الذي يتحدث عنه الطاقم الطبي. بالنسبة للأرقام ولدلالاتها، يعني هنالك الكثير يقال حول أن الشريحة العمرية التي أصيبت البارحة في بريطانيا هي شريحة أصغر مقارنة يعني بالإصابات التي وقعت خلال الأسبوع والأيام العشرة الماضية. الأرقام في ازدياد، هذا متوقع بالنسبة للعاملين والمسؤولين عن الملف الصحي في بريطانيا، يقولون أن ذروة انتشار الوباء في بريطانيا ستكون هذا الأسبوع وربما في الأسبوع الذي
يليه، لكنهم يقولون أن كل شيء يجري كما هو متوقع، كما هو مرسوب بحسب البيانات، لكن حتى الآن لن تتخذ أي إجراءات لرفع الحجر الصحي ولتخفيف أيضا إجراءات العزل الاجتماعي. هذا ما أكدته أيضا رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، التي قالت أننا أبعد ما يكون عن رفع إجراءات الحجر الصحي حاليا عن البلاد. شكرا لك زاهر العمرين من لندن، من أمام مستشفى سان توماس والذي يرقد فيه رئيس الوزراء البريطاني في معالجة من إصابة فيروس كورونا. أيضا الشكر موصول إلى معاذ حامد من بلباو في إسبانيا، شكرا لكما.